أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وصلى على آل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم وأيام المؤمنين والمؤمنات بذكرى عيد الله الأكبر، عيد الله الأعظم، عيد الله الأفضل، عيد الغدير الأغر. الشيعي بالتأكيد من أهل الجنة، الشيعي بالتأكيد لا يخلد في النار. هل هذه القاعدة الكلية شاملة للعصاة من الشيعة أم لا؟ نعم، هذه القاعدة الكلية شاملة للعصاة من الشيعة. الشيعي العاصي بالتأكيد من أهل الجنة. بعضهم يقول نحن لا نقبل هذا الكلام. لماذا؟ يقولون لأن هذا خلاف عدالة الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤمن الشيعي المطيع لله عز وجل من أهل الجنة، ويكون الشيعي العاصي أيضا من أهل الجنة، هذا خلاف عدالة الله. عندما لا تفهم لماذا تتكلم، خصوصا إذا تكلمت عما يرتبط بالله عز وجل، اضبط كلامك، هذا هو الله عز وجل. أحيانا بعض كلمات الناس من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون يجرهم إلى الكفر.
أن يدخل الشخص الشيعي العاصي إلى الجنة هذا خلاف عدالة الله؟ كيف يكون المطيع في الجنة والعاصي أيضا يكون في الجنة؟ انتظر، لا تستعجل. ماذا تقولون في التوبة؟ نفس المعادلة، الشخص الذي لم يرتكب ذنبا يدخل الجنة، الشخص الذي ارتكب ذنوبا كثيرة وتاب توبة نصوحة يدخل الجنة أم لا؟ يدخل الجنة، نفس المعادلة. هذا خلاف عدالة الله أن يقبل توبة شخص ويدخله الجنة. الذي صرف كل حياته في طاعة الله عز وجل، والذي كان طيلة حياته كافرا بالله عز وجل، ساعتين يوم قبل موته اهتدى وقبلت توبته، يدخل الجنة أم لا؟ يدخل الجنة، نفس المعادلة. لماذا في التوبة تقبلون؟ الشفاعة، الشفاعة ما هي؟ الشفاعة معناها بصورة عامة عادة الشفاعة تكون للعصاة. الشفاعة ثابتة أم لا؟ يوجد في يوم القيامة شفعاء بكثرة، لعل الشفعاء في يوم القيامة بالملايين. النبي يشفع، الرسول يشفع، العالم يشفع، الشهيد يشفع، القرآن يشفع، الشفعاء بكثرة. ماذا تقولون في الشفاعة؟ نفس المعادلة. ذاك الشخص الذي لم يرتكب ذنبا يدخل الجنة، وهذا الشخص العاصي تشمله شفاعة يدخل الجنة، هذا خلاف عدالة الله؟ العتق من النار، هذا من مسلمات الإسلام. الله عز وجل يعتق مجاميع من النار. يعتق من النار يعني ماذا؟ يعني الشخص يستحق النار. في ليالي شهر رمضان في كل ليلة 1000 1000، يعني مليون. في ليالي القدر أكثر، في يوم الغدير حدث ولا حرج، في أيام أصلاً عموماً في أيام السنة الله عز وجل يعتق مجاميع من النار. يعتق من النار يعني ماذا؟ يعني شخص يستحق النار الله عز وجل يخرجه من النار يدخله الجنة، هذا معنى. هناك تقبلون، هناك ليس خلاف عدالة الله. وصل إلى الشيعي المسكين، المسكين بنظركم، لا هذا خلاف عدالة الله. ثانيا، لماذا أقول أحيانا الكلمات تكون كلمات كفرية من حيث يعلم الإنسان أو من حيث لا يعلم؟ العدالة شيء، التفضل شيء آخر. التفضل لا ينافي العدالة أبدا. التفضل شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، الله متفضل. العدالة معناها أنك لا تنقص من حق شخص شيئا، التفضل شيء آخر. والتفضل شأن من شؤون الله لا يرتبط بك. من أنت تتكلم أنه هذا خلاف عدالة الله؟ الله عز وجل من حقه أن يتفضل، وبالفعل هو يتفضل. فالذي يقول لا هذا خلاف العدالة، هذا العياذ بالله تعالى من حيث لا يعلم ربما يتدخل في شأن من شؤون الله عز وجل. الحكام، الأمراء، الملوك، الرؤساء يقبلون أن تتدخل أنت في صلاحياتهم؟
أبدا. هذه صلاحية من صلاحياتي، من أنت؟ لا، ليس الحكام فقط، حتى الناس العاديين. يقبل أحد أن تتدخل أنت في شأن من شؤونه؟ من أنت؟ لا يخصك، هذا شأني. المطيع يدخل إلى الجنة، العاصي، الله عز وجل إذا أراد أن يدخل عاصيا إلى الجنة، هذا خلاف عدالة الله، هذا تفضل، التفضل شيء آخر. يا أخي، أنت عندك فرضا خادمان، اتفاقك معهم أنه إذا أدوا واجبهم تعطيهم في الشهر مثلا 100 دينار. أحدهما أدى واجبه والآخر لم يؤد واجبه، ذاك الذي أدى واجبه أعطيته 100 دينار حقه، وأعطيته فوق 100,000 دينار. ذاك الشخص الذي لم يؤد واجبه تفضلا منك أعطيته 100 دينار، أعطيته 500 دينار، أعطيته 1,000 دينار، هل من حق ذاك أن يقول هذا خلاف عدالتك؟ أقول أنا أعطيت حقك، حقك كان 100 دينار، أعطيته فوق حقك 1,000 دينار، أريد من أموالي أن أعطي لهذا الشخص 10,000 دينار، لا يرتبط بك، هذا شأن من شؤوني، هذه أموالي. إذا لم أعطك حقك وأنت أديت الواجب هذا ظلم، هذا خلاف العدالة. أما أريد أن أعطي لشخص آخر أموالي، تقبل أن ذاك الخادم هكذا يقول لك؟ أقول لا يرتبط بك، أموالي. يا أخي، الجنة جنة الله ليست جنتك، جنتك لا تدخل الشيعي العاصي، هذه جنة الله، يريد أن يدخل شخصا عاصيا، من حقك أن تقول إلهي هذا خلاف العدالة؟ الله عز وجل أعطاك، إذا كنت مطيعا أعطاك حقك. يريد أن يتفضل على شخص آخر، يريد أن يعتق شخصا من النار، يريد أن يقبل توبة شخص. في القرآن الكريم كم مرة وردت هذه الكلمة؟ يعذب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا أخي، حسب تعبيرنا كيف الله عز وجل، كيف؟ طبعا الكلمة ليست دقيقة، تعبير مجازي، أقول الله الذي يريد أن يعمل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شخص يستحق العقوبة الله عز وجل يعذبه، شخص يستحق العقوبة الله عز وجل يريد أن يغفر له، من أنت؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يعني ماذا؟ يغفر يعني الشخص عنده ذنب الله يغفر له، يريد أن يغفر لهذا، لا يريد أن يغفر لذاك، من حقه. التفضل لا يرتبط بالعدالة شيء، التفضل شيء ثاني. أصلا كل من يدخل الجنة يدخل الجنة بفضل الله عز وجل، تتصور يعني ماذا؟ يعني تتصور أنك فرضا إذا كنت مطيعا طيلة حياتك تدخل الجنة بالعدالة؟ لا، تدخل الجنة بالفضل، لا تستحق على الله شيئا. أنت تريد أن تذكر فضل الله عز وجل، هذا تدخل في شؤون الله عز وجل. هذه نسميها صلاحية، الله عز وجل أعطاها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. هذه جنة الله، الله عز وجل فتح يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله اشفع تشفع. لو هذه شفاعة مطلقة، هذه الشفاعة الخاصة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشفاعة المطلقة، مطلقة تعلم يعني ماذا؟ يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل كل البشر، كل البشر بلا استثناء إلى الجنة، الله عز وجل لا يقول له لا. صلاحية من صلاحيات رسول الله، من صلاحيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يوم القيامة يقال للصديقة الكبرى صلوات الله عليها اشفعي تشفعي، يعني صك مفتوح، يعني صك أبيض، اشفعي. لو أرادت أن تدخل كل الخلق إلى الجنة لا يقال لها لا، حق، صلاحية الله عز وجل أعطاها لهم. تريد أن تتدخل أنت؟
ورسول الله صلى الله عليه وآله صرح بأنه يدخل الشيعة إلى الجنة، صرح، لا أقول لوح، لا أقول إشارة، بالتصريح قال مرة، مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات، كم مرة قال النبي في كم حديث؟ أقرأ لكم بعض الأحاديث الشريفة، هذه الأحاديث بعضها وردت حتى في مصادر العامة. في تاريخ بغداد، تعلمون تاريخ بغداد من أهم الكتب عندهم، عن النبي صلى الله عليه وآله يقول، الرواية عجيبة جدا، لا أريد أن أقف، البعض لا يتحمل، كلمة عربية واضحة، الذي يفهم دقائق الكلمات العربية يعرف هذه الكلمة جدا عظيمة. قال صلى الله عليه وآله: شفاعتي، شفاعة، شفاعة يعني ماذا؟ يعني الشخص لا يستحق الجنة، النبي يريد أن يدخله الجنة، هذا معنى الشفاعة. لمن شفاعتك يا رسول الله؟ فداء لاسمك الشريف يا رسول الله. شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي وهم شيعتي. الشيعي العاصي لا يدخل الجنة، شأنك؟ أم هذا تدخل في صلاحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله بتصريح يقول، وأكثر العبارة جدا عجيبة، البعض لا يتحمل أن أفسر هذه الكلمة تفسيرا حسب الضوابط المذكورة للغة العربية. طبعا في رواية شريفة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، وإن في حديث: وإن شيعتك على منابر من نور، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أشفع لهم فيكونون غدا في الجنة جيراني. أشفع لهم، أشفع، افهم معنى أشفع. رواية شريفة أخرى قال صلى الله عليه وآله: إن ربي وعدني وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، إن ربي وعدني في شيعة علي خصلة. ما هي؟ قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال صلى الله عليه وآله: المغفرة، 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 مغفرة يعني يوجد ذنب. عادة الذنب درجات، بعض الذنوب لعلها نعتبرها من ترك الأولى، بعض الذنوب ذنوب. ما هي التي ما هي الخصلة التي وعدك يا رسول الله، وعدك الله عز وجل في شيعة علي؟ قال صلى الله عليه وآله: المغفرة لمن آمن منهم، وأن لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة فوق ذلك، ولهم للشيعة، لشيعة علي، ولهم تبدل السيئات حسنات. هذه آية قرآنية، يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا بعد أعجب، يعني ليس فقط الذنب يغفر، الذنب يتبدل إلى حسنة، هذا معنى الآية، يبدل الله سيئاتهم، يمحو سيئاتهم، هذه درجة، لا شيء فوق ذلك، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا رسول الله من هؤلاء؟ رسول الله يشرح يقول: ولهم، لهؤلاء لشيعة علي، تبدل السيئات حسنات. لا أنا لا أقبل، لا تقبل، من معك أصلا؟ من يتوقع شفاعتك أنت؟ أنا أتوقع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أتوقع شفاعتك، أنت أنقذ نفسك بهذه الكفريات، هذا كفر، هذا تدخل في شأن الله عز وجل، ما يقولون. يعني في أحاديث عديدة النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه يستغفر، يستغفر لشيعة علي. تعلمون الاستغفار، التوبة، بدون استغفار النبي صلى الله عليه وآله لا توقع. توب 50,000 مرة،
لا تقبل توبتك، يلزم أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله لك، وإلا لا تقبل توبتك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بدون استغفار النبي صلى الله عليه وآله الله لا يتوب على أحد. روايات، لا أقول رواية، روايات أن النبي صلى الله عليه وآله يقول استغفر لشيعة علي. ماذا تقول؟ رواية شريفة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا أبشرك؟ رسول الله يبشر أمير المؤمنين. الله، من هاي البشارة. قال المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك 7 خصال. ما هي يا رسول الله؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وآله: 7، شاهدي في 7. قال صلى الله عليه وآله: إحدى الأشياء التي الله عز وجل أعطى محبي علي وشيعته، إحدى الأشياء ما هو؟ ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم 80 عاما. رسول الله يريد أن يدخل شخصا إلى الجنة، يعتذر للأفندي، اعترض إلى يوم القيامة. رسول الله يريد أن يدخل. نعم، شيعة علي يدخلون الجنة، المطيع منهم حتى العاصي منهم. يا سيد، أنت تقول هذه الكلمات، هذه تشجع الشيعة على ارتكاب الذنوب. أولا، تشجع على ارتكاب الذنوب أو لا تشبع أو لا تشجع على ارتكاب الذنوب، هذه حقائق. تريد أن تخفي حقائق قالها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تشجع أو لا تشجع، أيا كانت هذه كلمات النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ أنا قرأت شطرا، هي كثيرة جدا، كثيرة جدا، وبعضها روايات جدا جدا مريحة. يا أخي، يريدون أن يدخلوا أشخاصا إلى الجنة بالعشرات. إخواني، لا أبالغ إذا قلت لكم بالمئات، ليست رواية وروايتين، حقائق قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. تشجع الناس على الذنب أو لا تشجع على الذنب؟ لا علي هذا، أنا أنقل لكم كلمات النبي صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا، أبدا لا تشجع على الذنب. الشيعي إذا فكر في ارتكاب الذنب ليفكر في 7 أشياء، 5 أخطار كبيرة وأمران سيئان، ليس من الأخطار ولكن سيئان جداً. الشيعي من أهل الجنة بالتأكيد، ولكن اسمعوا، ولكن بعيد عنكم ارتكاب الذنوب، بعيد عن المؤمنين، ولكن الذي يريد أن يرتكب الذنب وهو من شيعة علي صلوات الله عليه، ليفكر أن ارتكاب الذنب معناه أخطار 5 ومعناه أمران سيئان آخر. ما هي الأخطار؟ إذا ارتكب الذنب قد يصفى في الدنيا، الخطر الأول، يعني يبتلى في الدنيا. بعض بلايا الشيعة، بعض الشيعة بسبب ذنوبهم يبتلون في الدنيا، لذة ساعة، سنة ابتلاء، 10 سنوات مشكلة، ممكن ما هي لا أعلم،
لم تبين في الرواية الشريفة بصورة عامة إلا بعض الأشياء المختصرة، هم ما بينوا لحكمة يعلمونها. إذا ارتكبت ذنبان توقع، لأنه أنت يلزم أن تدخل إلى الجنة، يلزم أن تصفى تطهر، فربما تطهر في الدنيا البلاء 100 ضعف اللذة التي حصلت عليها بسبب الذنب. هذا الخطر الأصغر. الخطر الثاني أكبر، بعض الذنوب والعياذ بالله تعالى كبيرة لا تصفى حتى في الدنيا، تؤجل، تصفى في عالم البرزخ. يا أخي، لحظة لحظة من العذاب في البرزخ أصعب من 10 سنوات، من 100 سنة عذاب في الدنيا، لحظة واحدة. فكيف وأن البرزخ طويل، 10,000 سنة أكثر، 100,000 سنة أكثر، 1,000,000 سنة ربما، 10,000,000 سنة لا أعلم. البرزخ جدا طويل يا أخي، لأجل لذة تافهة أيا كانت فهي تافهة، الإنسان يعرض نفسه لتصفية في عالم البرزخ الطويل، هذا عقل؟ الخطر الثالث أكبر من الخطر الثاني، التصفية في القيامة. واي واي من يوم القيامة. أصعب من البرزخ بكثير بكثير. رابعا خامسا، الخطر الخامس وهو الخطر الأكبر الأكبر الأكبر، لو قلت هذه الكلمة 1,000 مرة قليل، كثرة الذنوب. ماذا قلنا نحن؟ نحن قلنا الشيعي يدخل الجنة بالتأكيد بالتأكيد، ولكن قلنا من يدخل الجنة؟ الشيعي. بعض الذنوب وكثرة الذنوب قد تسلب الولاية من الشخص. هذا أين في جهنم يكون؟ عند، نقول الشيعي أنت تموت شيعيا؟ بعض الذنوب العياذ بالله تعالى تسلب الولاية، تجعل الشخص لا يموت شيعيا. وتعال عدل بعد ما تتعدل. كم تعرفون من هذه النماذج من زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ بعضهم كان قويا في الدفاع عن أمير المؤمنين، كان شيعيا، لا أريد أن أذكر أسماء، في أواخر عمره 70 سنة 80 سنة على الجادة، أواخر عمره أشهر آخر عمره، انحرف عن أمير المؤمنين، قاتل أمير المؤمنين، قتل في الحرب ضد إمام زمانه، ضد أمير المؤمنين قتل. يصير؟ نعم يصير. لا تغتر لأجل هذا الشخص ماذا كان قد فعل لا أعلم، ولكن بالتأكيد كان قد فعل أشياء سيئة. من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، في يومنا هذا نعرف أشخاصا، أنا أعرف، أنتم لعلكم تعرفون أشخاص كانوا على الجادة، كانوا مؤمنين، بعضهم كان يصلي صلاة الليل، فلان مشهور عنه كان خطيبا يبكي الناس على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أصبح طاغوتا سفاكا للدماء، طاغوت طاغوت. الطاغوت بالتأكيد الولاية تسلب منه، بالتأكيد أقول هؤلاء الطغاة الذين يسفكون دماء الناس بسهولة جبابرة، هؤلاء بالتأكيد تسلب منهم الولاية. شخص كان خطيب كان يبكي الناس على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عقبته هكذا صارت. ممكن؟ نعم ممكن، في زماننا نعرف أشخاصا ولعلكم تعرفون. الخوف يا أخي لأجل ذنب تافه
الإنسان يعرض أثمن ما يملك، أثمن ما يملك الشيعي ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أثمن ما هذا ما عنده، يعرض أثمن ما يملك للخطر. هذا عقل أصلا؟ أليس هذا نوع، عفوا أقول، عفوا بعيد عنكم، أليس هذا نوع جنون؟ أليس جنونا؟ شخص لأجل شيء تافه، لأجل 10 فلوس، لأجل 20 فلسا، يعرض ملايين من أمواله للخطر، هذا عاقل أصلا؟ اترك 10 فلوس، هذه لو كانت 10 فلوس، لو كان 20 فلسا، الذنب أصلا ولا 10 فلوس، ولا 20 ذنب، ولا 20 فلس، الذنب شيء سيء. لو فرضنا أنه شيء 10 فلوس، تعرض ولاية أمير المؤمنين للخطر، هذا الشيء الأثمن في الكون بسبب شيء تافه، ذنب. أترك مليارات الذنوب ولا تعرض هذا الشيء الثمين، هذا الشيء الثمين ضمانك لدخول الجنة، ضمانك أن تعتق من عذاب القبر، ضمانك أن لا ترى أهوال يوم القيامة. 5 أخطار، والخطر الخامس الويل الويل. الشيعي يرتكب الذنب، ما هو الذنب أصلا؟ عيب. هذه 5 أخطار، وأمران آخران ليسا من الأخطار ولكنهما سيئان جدا. الأمر الأول عدم فهم درجات الجنة. يا أخي إن شاء الله تموت على التشيع، إن شاء الله، إن شاء الله الولاية لا تسلب منك، الولاية ما سلبت منك، مت على ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بالتأكيد تدخل الجنة. الجنة درجات ودرجات، اضبط نفسك تصعد إلى درجات أعلى. نحن في الدنيا، نحن كل البشر، كل البشر يرضون بما عندهم أم دائما يحاولون أن يصعدوا في الأمور الدنيوية أيا كانت، هذا يحب المال، ذاك يحب الجاه، ذاك يحب الوجاه، أي شيء. أحد منا يبقى في مكانه يقول لا كافي خلاص أبدا، كل البشر يحاولون أن يصعدوا، لماذا؟ عندك شيء، طبيعة البشر هذه. في الدنيا درجات الدنيا المليار مع الألف ولا فرق، درجات الجنة حقيقة فرق. أنا في الدنيا لا أرضى بمقامي، أريد أن أصعد، في الجنة بالتأكيد تريد أن تصعد. درجات الجنة بعضها رهينة بعملك، أنت مت شيعيا إن شاء الله، تموت شيعيا، ولكن أي درجة؟ يا أخي أضبط نفسي قليلا، أتحمل قليلا، ترك الذنوب، الإتيان بالطاعات حتى أصعد. عدم الاهتمام بدرجات الجنة هذا حقا شيء سيء، هذا ليس خطرا ولكن شيء جدا سيء. الشيء الأخير، رسول الله أمير المؤمنين يحبان شيعتهم، يعني لا يحبون لشيعتهم المعاصي. رسول الله تسوءه أخبار ارتكاب شيعته للذنوب، تسوءه، يتألم، يتأذى. يا أخي يتأذى أمير المؤمنين، يتأذى. إن شاء الله أمير المؤمنين يأخذ يدك يدخلك الجنة، لماذا تؤذي أمير المؤمنين؟ هذا الكرم من رسول الله، من أمير المؤمنين، يجازيه بهذه الطريقة لأجل شيء تافه أخالف الله عز وجل، هذا يؤذي أمير المؤمنين. في الدنيا يؤذي رسول الله، في الدنيا يؤذي أمير المؤمنين، في الآخرة كم يؤذيه؟ كثير منكم آباء تفهمون ما أقول. الأب يحب أن يرى ولده بمقام سامي، يحب أن يكون ولده يرفع رأسه أمام الناس لأجل توافه دنيوية. أنا أجعل أمير المؤمنين العياذ بالله، هذا الشيء لا يحصل، يكون في يوم القيامة مستحيا من آخرين، هذا لا يحصل، الله عز وجل يأبى لأمير المؤمنين ذلك، ولكن أمير المؤمنين يحب أن يرى شيعته بمقام عالي. أتوقع من أمير المؤمنين أن يعطيني هذا الشيء العظيم وقد أعطاني، وأنا لا أعطي من نفسي شيئا؟
اذن بالفلاني لذة صغيرة، لحظة غضب اضبط نفسك، لحظة شهوة اضبط نفسك. جاز أمير المؤمنين، لا أقول جازي، إحنا نحن لا نتمكن أن نجازي أمير المؤمنين، يا أخي على الأقل اصعد قليلا. يوم القيامة تأتي نظيف. رسول الله لا يفتخر بأحد، هو فخر الكل. أمير المؤمنين لا يفتخر بأحد، هو فخر الكل. ولكن على الأقل كن بشكل أمير المؤمنين يكون راضيا، يكون مرتاحا من جهتك. الأب يحب لأولاده هكذا، رسول الله أبونا، أبونا أمير المؤمنين أبونا، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. القضية ليست فقط خطر، لا إن شاء الله أمير المؤمنين يشفع لي، إن شاء الله يشفع لك أن تكون بمستوى. وماذا أرادوا منا؟ كل ما أرادوا منا فهو من صالح دنيانا وآخرتنا. قال لا ترتكب الذنب، لا ترتكب الذنب لك، المصلحة لك. هو غير، هو ليس مستفيدا مني. الشيعي بالتأكيد، بالتأكيد، أنا لا أقول روايات النبي صلى الله عليه وآله تقول، الشيعي بالتأكيد يدخل الجنة، ولكن انتبه على أخطار خمسة، وانتبه على أمرين سيئين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، من المتمسكين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمامة نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أبارك لكم هذا العيد الأعظم، أبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله، بفرحة رسول الله في هذا اليوم، بحق أمير المؤمنين، أن لا يسلب منا هذه الولاية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مستقرة عندنا لآخر وحتى آخر لحظة من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة في نسلنا، في نسلنا إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.